بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا. يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. هتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، في موضوع التغذية بالنسبة لقطيع التسمين أو حتى الحلاب، لكن إن شاء الله هنتكلم على خلطة التسمين النهاردة، على اساس ان في ناس كتير سالتني على موضوع ان نسبه البروتين، ازاي احسب نسبه البروتين وازاي احسب نسبه الطاقه في العلف. طبعا الحاجات دي بتبقى متخصصه جدا، يعني الحاجات دي بتبقى لو انت مثلا ماشي بنظام في مزرعه، يعني بنظام دقيق جدا ومهتم بموضوع النسب. في ناس كده شغاله، مش عايز اقول بالبركه، بالخبره. في ناس شغاله بالخبره، بتخلط ده على ده، جابت معاه نتيجه كويسه، خلاص ما تدورش على نسبه البروتين كام ولا نسبه الطاقه كام، لكن هي عارفه تقريبا كام. يعني انا ببقى عارف الخلطه بتاعتي في المزرعه دي تقريبا بتديني كام، وانا جربتها وماشيه معايا كويس واعطيني وزن كويس خلاص. لكن في ناس تاني بقى بتبقى ماشيه بقى زي المزارع الكبيره، المزارع اللي هي الضخمه، اللي لما يبقى استثمار كبير او مشروع كبير ضخم وفيه كميه او عدد كبير من الحيوانات، او متنوع، او في تنوع في الغرض من المزرعه، في حلاب، في تسمين، في رضاعه، في تربيه، في فطام. الحاجه دي بالذات لا، انا لازم ان انا ايه ابقى عارف انا نسبه البروتين عندي كام بالظبط والطاقه كام، عشان كل عمر له نسبه بروتين معينه، وكل وزن ليه نسبه بروتين معينه، وكل انتاج لبن ليه نسبه بروتين معينه. البقره اللي تجيب 100 كيلو مش زي اللي تجيب 10 كيلو، مش زي اللي بتجيب 20 كيلو. العجل اللي عنده 100 كيلو بيتفطم بيحتاج بروتين اعلى من العجل اللي هو بيفنش، ده 19 وده 14. فدي حاجات مهمه يعني. فانا طبعا زي ما قلت قبل كده، انا مش تخصص تغذيه يعني، او انا مش شغلتي التغذيه قد ما شغلتي ان انا طبيب بيطري فني، لكن معلوماتي دي اخدتها من خبرتي مع الشغل واحتكاكي الكبير مع معظم المزارع عندنا هنا، رغم ان المنيا او الصعيد عموما محروم من الاستثمار او محروم من راس المال. في كفاءات كتيره يعني، عندنا هنا كفاءات، وعندنا عنصر بشري كتير، وعندنا اراضي كتير، وعندنا، بس للاسف ما فيش الاستثمار اللي هو يشجع انك تدخل في موضوع استثمار كبير او مزرعه نموذجيه او حتى مشروع حلاب يكون على مستوى عالي من الدقه والتقنيه العاليه. فالخبره دي انا خدتها، او المعلومات دي انا طبعا قريت كتير عن البروتين والطاقه بحكم شغلي، بحكم حد يسألني في مزرعة عايز اعمل كذا، عايز اعمل خلطة، بحاول ان انا اوفق له بحيث ان انا اديله اقرب نتيجة للحقيقة. فسامحوني يعني ان كان عندنا تقصير في حتة التغذية، لكن ده اكتر حاجة ان انا اقدر ان انا اقدمها لكم، فان شاء الله تستفيدوا منها. يعني ازاي احسب نسبة البروتين في علف التسمين؟ احنا قلنا ان علف التسمين لو افترضنا ان هو بيتكون من ثلاث حاجات زي ما معظم المزارع عندنا معظم المزارع شغال عندنا بالذرة والصويا والردة. هفترض ان العلفة بتاعتي مكونة من الثلاث عناصر دول زائد الاضافات طبعا. فازاي احسب نسبة البروتين في الخلطة دي؟ ازاي اقول ان الخلطة دي كام بروتين بالظبط؟ فانا بجيب نسبة البروتين في المكون نفسه، نسبة البروتين في المكون نفسه بضربها في كمية المكون على، واقسمها على الطن، على اساس ان تديني نسبة البروتين المكون ده في الطن، واجمع الثلاث مكونات على بعض، دي بتديني هي نسبة البروتين. يبقى نسبة البروتين في علف التسمين زي ما قلت، لو انا جبت، عارف طبعا الذره لها نسبه بروتين، الصويا لها نسبه بروتين، الصويا نفسها فيها بروتين قد ايه، الذره نفسها طبعا الذره انت عارفها دي مصدر طاقه لكن برضو فيها بروتين، ايوه بروتين 8.9 قليل لكن برضو فيها بروتين، يتضاف برضو على النسبه على اساس ان انا اجيب الاجمالي. الرده نسبه بروتين مثلا 15% بتتضاف بقى على بعضها في النسبه وتديني نسبه البروتين اللي موجوده في العلف. تمام،
مهمة طبعا نسبة البروتين. في واحد سألني بيقول لي يا دكتور هو البروتين اللي مهم في تكوين اللحم ولا الطاقة؟ طبعا الاتنين مهمين، ما ينفعش ان انا اهد بروتين ازاي من غير طاقة، لازم الاتنين يمشوا مع بعض. نسبة البروتين في المكون قلنا لها، يبقى كمية المكون في نسبة البروتين اللي موجودة في المكون ديت على كمية العلب بالطن. وصلت كمية المكون؟ لو قلنا الذرة مثلا 500، في نسبة البروتين بتاعتها 8.9 على الطن، هتديني نسبة البروتين في الذرة، وبعد كده اجيب نسبة البروتين في الصويا، وبعد كده اجيب نسبة البروتين في الردة، وبعد كده اروح مجمع التلاتة مع بعض يديني نسبة البروتين. طبعا زائد الاملاح المعدنية بتبقى 1:10 او 1:100، اللي هي الاضافات بيبقى فيها برضو نسبة بسيطة خالص، يعني 1:100 ولا حاجة، ما بتأثرش في نسبة البروتين قوي يعني. تمام، مهم البروتين جدا في تكوين الجسم طبعا، بالذات العجول الرضيعة لما تبدأ تفطمها بتبقى احتياجاتها كتير عشان تكون العظم وتكون الجسم بتاعها، فبتحتاج نسبة بروتين أعلى. قلنا لو فرضنا إن العلية ديت مكونة من ذرة صفراء وصويا وردة وأملاح وخمائر وإضافات، طبعا ذرة صفراء وصويا وردة وأملاح معدنية وخمائر واضافات، دي لو احنا هنفترض ان التركيبه بتاعتنا كده. الوارد انك انت تحط حاجات تاني، كزب صويا بتاع، كزب بذره قطن، كزب كتان، مثلا فول بلدي، هتجيب نسبه البروتين في كل حاجه من دول وتضربها في كميه المكون اللي انت تحطه. لو هتحطه فول بلدي هضربها في نسبه البروتين اللي موجوده في الفول البلدي في الكميه. تمام، ده كله بيتحسب وتجمع في الاخر على بعض تلاقي ايه، تديك النسبة نسبة البروتين في التركيبة نفسها. زي ما هنشوف كده، مكونات العلف المركز: ذرة صفراء 500 كيلو، ردة 300 كيلو، الصويا 200 كيلو. دي الخلطة اللي احنا شغالين بيها في المزرعة، دي معظم المزارع شغالين بالتركيبة دي: 50% ذرة صفراء، 30% ردة، 20% صويا. ده اجمالي الطن، اجمالي الطن 100% مكونات، يبقى ذرة صفراء مع ردة مع صويا بيديني المكونات دي كلها. دي المكونات العلفة بتاعتنا، ذرة صفراء وردة وصويا بتديني الطن اللي احنا هنشتغل عليه ونطلع نسبة البروتين اللي فيه. طبعا انت لك مطلق الحرية، قلنا الصويا لها بدايل، ممكن تحط فول بلدي، ممكن تحط مستخلص بذر القطن، ممكن تحط بذر الكتان، يعني مصدر بروتين كتير. الذرة الصفراء ممكن تبدلها بالشعير، ممكن تبدلها بالقمح، ممكن تبدلها بأي مصدر طاقة، ممكن نوى البلح زي ما قلنا قبل كده. هنحسبها ازاي بقى نسبة البروتين؟ هنضرب ال 500 ذرة في 8.9 اللي هي نسبة البروتين في الذرة، ونقسمها على الطن تديني 4.45%. الردة 300 كيلو ردة في 15% على 1000 ب4.5 ب4.5. 200 صويا في 44% على 1000، طبعا عارفين ان الصويا 44 اللي شغالين بيها في التسمين، بتديني 8.8، يبقى الخلطة بتاعت دي 17.75% بروتين. عايز تحط عليها 1% اللي هي الأملاح والخمائر والإضافات، هيبقى 17.85% أو 17.8. دي نسبة البروتين في الخلطة. ده نموذج، محدش بقى يقول لي يا دكتور ده الخلطة ناقصة، الخلطة ايه؟ الخلطة دي احنا شغالين بيها، الخلطة دي احنا شغالين بيها. تمام، فانت لازم، انت هديك نسبة البروتين في بعض العناصر اهوت، نسبة البروتين والطاقة في العلف. الشعير 10% بروتين لكل 100 جرام شعير، البرسيم 19% بروتين لكل 190 بس، البرسيم 19% بروتين لكل 190 جرام برسيم، الذرة 9% بروتين لكل 90 جرام ذرة، النخالة 15% بروتين لكل 150 جرام. يعني لو جبنا 150 جرام نخالة هنلاقي فيها 15% نسبة البروتين. الصويا 38% بروتين لكل 380 جرام صويا. دي نسب البروتين في العلف، دي نسب البروتين في بعض الحاجات المكونة للعلف. هنكمل بعد كده ان شاء الله. طاقة الطاقة بقى، طاقة الذرة الصفراء
3366 كيلو كالوري، الطاقة اللي في الصويا 2240 كيلو كالوري، الرادة 1300 كيلو كالوري. دي الطاقة اللي موجودة في المكون نفسه، عشان بعد كده هنحسب نسبة الطاقة، هتعرف ازاي تستحسب نسبة الطاقة فيها. احنا خلصنا من نسبة البروتين وعرفنا نسبة البروتين في الخلطة بتاعتنا كام، هنشتغل دلوقتي على الطاقة، ازاي تحسب نسبة الطاقة في المكون بتاعك في الخلطة اللي انت هتستخدمها في العلف. نسبة الطاقة في الذرة قلنا 500 كيلو في 3366 اللي هي طاقة الذرة على 1000 ب 1683. نسبة الطاقة في الصويا 200 في 2240 على 1000 ب 448. طبعا الصويا ده مصدر بروتين فالطاقة بتاعته أقل. شفت الطاقة في الذرة كام؟ 1683 كيلو كالوري. نسبة الطاقة في الردة 300 في 1130 ب 390 على 1000 ب 390 كيلو، برضو الردة مصدر بروتين اكتر منه مصدر طاقة. نسبة الطاقة في التركيبة كلها بقى 2521، يبقى الطاقة على نسبة البروتين بتديني يعني كل 1% بروتين يحتاج 142 كيلو كالوري طاقة مهضومة. لما نقسم الطاقة 2521 على نسبة البروتين بتاع الخلطة بتاعتنا، هيديني ده يديني دليل بقى ان كل 1% بروتين عايز 142 كيلو كالوري طاقة مهضومة لازمة لجسم الحيوان. دي طبعا الخلطة اللي احنا شغالين بيها. قلت لو انت عندك اي حاجات تانية تضيفها اشتغل عليها. البروتين طبعا عشان في ناس بتقول لي الفرق بين برسيم الحجاز الاخضر والناشف، احنا نشتغل نسبة البروتين الخام في البروتين في البرسيم الحجاز الاخضر 16.5%، البروتين المهضوم بيبقى 11.8، نسبة الالياف بيبقى 32.2، النشا بيبقى 36 جرام. ده البرسيم الحجازي طبعا ممتاز جدا للحلاب. يا رب ان شاء الله تكونوا كده استفدتوا من الفيديو، ولو في اي استفسار انا تحت امركم تتواصلوا معايا ان شاء الله نقدر نفيدكم. يعني برضو الدريس الحجازي زي ما قلنا ممتاز جدا في العلف لما بيبقى ناشف وتدرسه مع وتخلطه مع التبن بيديك نسبة بروتين، بيعوض بيخفف منك كمية العلف اللي انت بتحطها للتسمين. يعني تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.